السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا برنامج اسمه بنتلي فيو كونكت ايديتنج، وده برنامج مجاني تقدر تفتح تنزله ببلاش وتقدر تشوف الملفات بتاعة البيم بدون اي مشاكل خالص. طيب، كل اللي احنا علينا ان احنا نقول له اوبن، هنلاقي ان هو بيشوف كل الملفات ديت، بيشوف ملفات الدي جي ان، وبيشوف الملفات اللي هي الشيت فايل، بيشوف ملفات الهيدن لاين، بيشوف الدي دبليو جي، دي سي اف، ال 3 دي ماكس، بيشوف ملفات الاي اف سي، بيشوف الصور. كل الملفات دي يقدر يفتحها بدون اي مشاكل، ملف السكتش اب، ملف الراينو، ملف الريلاتي ماش، وهكذا. تمام، فتلاقي كل الملفات يقدر هو ان هو يفتحها. ممكن تقول له مثلا انا عايز اشوف ملفات الاي اف سي مثلا، وبعد كده اقول له انا عايز افتح ملف البيم، عايز افتح ملف ال فهو برنامج مجاني وبيفتح برامج كتيرة جدا، مش بنتلي بس، لا حاجة كتيرة جدا. فنلاقي الملف اهوت، وزي ما انت شايف فيه ادوات كتيرة جدا، لان انت تعمل زوم، ان انت تظبط الكاميرا، ان انت تقيس المسافات زي ما انت عايز. يعني اي معلومة انت عايز تحصل عليها تقدر تحصل عليها بسهولة جدا وبدون اي مشاكل خالص. وفي ادوات تيتوريتيز الفيو اديز، فكل الحاجات ديت كلها مجاني تماما، مفيش اي مشكلة خالص.